أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات مدرسة على الهوى. طبعا مدرسة على الهوى وكلنا عارفين ومتابعين في مادة اللغة العربية. مادة اللغة العربية، يبقى ما دام قلت لغة عربية يبقى معايا ومعاكم أستاذ حاتم عبد الله. اهلا أستاذ بك، حاتم، اهلا بحضرتك استاذ سعيد، واهلا باولادنا كلهم. وطبعا احنا النهارده اقترب العام او نصف العام الدراسي الاول على الانتهاء. طبعا احنا منتظرين اتصالاتكم النهارده واستفساراتكم عن اي شيء يخص الماده مما سبق دراسته. النهارده استاذ سعيد اكيد مجهز لنا حاجاته، حاجه من حاجاته الجميله جدا اللي احنا اتعودنا عليها ومن اول السنه طبعا، وولادنا اللي في الاعوام السابقه اتعودوا على نفس الكلام. النهارده استاذ سعيد مجهز لنا حاجه جميله قوي، اللي هي ايه؟ احنا خدنا كان واخواتها، خدنا ازاي تدخل كان او احدى اخواتها على اي جمله اسميه. النهارده استاذ سعيد مجهز لنا انواع خبر كان. جميل قوي. احنا انواع خبر كان، احنا عاوزين زي ما بيقولوا كده تسلسل احداث، يعني احنا بدأناها. احنا عندنا انواع الخبر، انواع الخبر. طيب احنا خدنا كان واخواتها، يبقى اكيد ما دام في كان واخواتها وبتدخل على الجمله الاسميه، جمله اسميه يعني معناها ايه؟ يبقى كان واخواتها دخلت على الجمله الاسميه، يبقى لازم يكون لها انواع هي كمان. طبعا انواع خبرها هنقول ونقول مع الاستاذ حاتم، ومعايا انا هنا برضو على اللاب. هكلمك كلمه بس الاول يا استاذ حاتم، عاوز ندخل فيها قبل ما ندخل في ده او في الموضوع ده. نعم. جمله اسميه الاول، علامات جمله اسميه. ولادنا اتعودوا على حاجه جميله قوي، ان الجمله الاسميه دائما دائما تبدا باسم. نعم. فهل الجمله الاسميه اذا بدات بضمير فيها مشكله؟ لا طبعا، لان الضمير نوع من انواع الاسماء. يعني احنا هناخد بعد كده في الاعوام القادمه هناخد ان الضمير ده اسم، ولكنه اسم مبني. جميل قوي. يعني هو بس اسم، عارف، بعافيه شويه ما بيعرفش يشيل علامه الاعراب. نعم. عشان كده ايه بيدخل عليه، بس هو بيعرب اسم او مكانه في الجمله اسم. احنا هنكتفي يا استاذ سعيد دلوقتي ان احنا ان ابننا لما يجي له في الامتحان ما يقولش اسم مبني. يعني لو جاله في الامتحان ضمير يقول ضمير مبتدا، يعني يقول مبتدا ضمير، لكن انا مش هقول له بقى ضمير مبني في محل رفع مبتدا او ضمير مبني في محل رفع مضاف اليه. الكلام ده احنا مش هنخش فيه مع اولادنا لسبب صغير قوي، لان هو غير مقرر عليكم السنه دي انك انت تاخد الضمير اذا كان مبني ولا معرب. يعني ايه كلمه مبني ويعني ايه كلمه معرب؟ هو جميل قوي، بس عشان حضرتك زي ما انت قلت كده، لو جت في جمله يبقى عارفها، ولو طلب منه انه يعرفها. احنا بنكلم طالب يعني مستوى ايه؟ بنقول ايه؟ مستوى مدرسه على الهوى، مستوى اعلى من اقرانه، يعني عشان كده لما يجي يتكلم بثقه، يبقى عارف ايه اللي حاصل. لما اجي اقول لك بقى يا استاذ حاتم دلوقتي، انا عاوز جمله الاول قبل ما ابدا في انواع خبر كان، عاوز جمله بتبدا بضمير. جملتي جمله اسميه بتبدا بضمير، وانا شخصيا اللي هعربها معاك ونقول مع بعض ايه اللي انا ممكن اعربها، واعربها بالطريقه اللي حضرتك بتقول عليها السهله قوي، اللي انا مجرد ما اقول ضمير وهو مبتدا وخلاص، واللي بمعنى الاعلى شويه لاولادنا اللي هم الجماعه بتوعنا بقى المتفوقين شويه، اللي انا بقول عليها ايه بقى؟ الاعراب الكامل ليها، ونعربها بالاثنين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا هنيجي نبدا مثلا جمله نقول ايه؟ انا تلميذ. يعني ادي جمله زي دي كده، انا تلميذ. جمله انا تلميذ اللي موجوده معانا هنا، جالي سؤال في الامتحان وقال لي ادخل عليها كان او احدى اخواتها. انا تلميذ بتكلم عني، انا بتكلم عني، انا بتكلم عن نفسي. فلما اجي ادخل عليها اسم من او عفوا فعل من اخوات كان الاول، انا تلميذي. نعم. جمله كويس. نعم. كده وجمله تامه. ولادنا زي ما احنا عودناهم اللغه العربيه حس، انت بتتذوقها. يعني انا دلوقتي لما قلت انا تلميذ تمت ولا ما تمتش؟ تمت. يعني تقدر تتكلم بيها وكده تقول انا تلميذ، انا طالب، انا مهندس، انا مدرس. كلام جميل جدا، صح. يبقى هي جمله تامه، وما دام جمله اسميه تامه يبقى بتتكون من ايه؟ من مبتدا وخبر بس كده. يبقى احنا كده وصلنا اللي احنا عايزين نقوله لاولادنا. يبقى احنا لما نيجي نقول مثلا انا هنا، دي مبتدا، مش هنقول بقى مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه لانه اسم مبني. يعني ايه اسم مبني؟ يعني ما بيتحطش عليه اي علامه من علامات الاعراب. وتلميذ خبر، يبقى تلميذ هنا خبر. كان اخواتها بتعمل ايه في المبتدا؟ بترفع المبتدا. هنا مش هينفع يتحط عليه علامه رفع. وتعمل ايه في الخبر؟ وتنصب الخبر ويسمى خبرها. لكن هل انا النهارده الضمير ينفع يتحط بعد الفعل كضمير منفصل كده بحالته اللي انا شايفها قدامي دي؟ لا طبعا. طب تخيل مثلا اما اجي اقول مثلا استاذ سعيد مثلا جمله زي دي، لما ندخل عليها مثلا فعل اصبح، ينفع اقول اصبح انا تلميذا؟
هي هنا بقى زي ما بقول تذوق وحس. نعم. يعني الطالب وهو بيقولها مش مجرد انت بتمسك الحاجه وتحطها وبس، انت لازم تشوف الجمله بعد ما قلتها بقت مستساغه وانت سامعها جمله صحيحه. ايوه جمله صحيحه يبقى ماشي الحال، مش جمله صحيحه توقف عندها وقول ايه التعديل اللي ممكن يحصل. نعم. انا ممكن اعمل ايه، انا ممكن ادخل ايه اصلا اللي ينفع مع دي. ايوه هاجي اتكلم عن نفسي واحس ان انا اقول لك ايه، قول لي انك انت تلميذ، هقول ايه؟ اصبحت تلميذا. جميل قوي. اصبحت تلميذا. انا كنت طول السنه ما بروحش المدرسه، النهارده انا رحت المدرسه، الوضع ايه؟ الوضع اتغير واختلف. اجي نشوف مع بعض الجمله لما نيجي نكتبها مع بعض بعد ما ادخلنا عليها اصبحها هتبقى شكلها عامل ازاي. الجمله اهي زي ما احنا قلنا انا تلميذ، يبقى هنقول ايه؟ اصبحت، اي اصبحت تلميذا. اصبحت يا استاذ سعيد تمام تلميذا. وهلون التاء، التاء دي اللي بدل مين؟ اللي عندي بقى الاسم اللي موجود اللي احنا عاملين ندور عليه. التاء دي اللي بدل انا بنقول عليها تاء الفاعل، بنقول عليها تاء الايه؟ الفاعل او تاء المتكلم لما نيجي انا اتكلم عن نفسي. لكن هي اسمها تاء الايه؟ تاء الفاعل اللي هو انا، اللي هو انا. يبقى هنا فين اسم اصبح؟ يبقى عندي كلمه التاء هنا اسم اصبح. طب فين خبر اصبح؟ تلميذا خبر اصبح. وغالبا السؤال ده لما بيجي يا استاذ سعيد بيجي جمله حط تحتها خط، يعني هو حط تحتها خط وعربها مش عارف. مطلوب اعراب كامل. نعم. قد ما هو استخراج، يعني نعم. انت تقدر تطلع مين المبتدا هنا. نعم. يبقى بقى اسم، اسم كان او اسم اصبح. فين الخبر هنا؟ اصبح خبر اصبح او خبر كان على حسب ما هي موجود. نعم. كده خلاص عرفنا يعني ايه ضمير، ويعني ايه لما ضمير ببدا به الجمله برضو اسم، والاسم ده هو في الاصل مبتدا، بس المبتدا زي ما قال الاستاذ حاتم ما بيبقاش عليه علامه اعراب، بعافيه شويه ما بيعرفش يشيل العلامه، فعشان كده بيقول عليه مبني. ومبني دايما قلناها كده في محل، كلمه في محل دايما بنستعيض عنها بالكلمه، لو مرفوع يبقى في محل رفع، منصوب محل نصب، مجرور يبقى في محل ايه؟ جر. في بقى حاجه يا استاذ سعيد مهمه قوي، لو جالي الضمير هو. لو جالي الضمير هو لما يقول لي هو رجل محترم، يعني جملة زي دي كده وقال لي ايه؟ هو رجل محترم. عندي هو مبتدأ ورجل خبر. في الحالة دي بحذف الضمير تماما، بشيل الضمير خالص من الجملة. بشيل، يعني لما اجي ادخل كان او احدى اخواتها بيقع الضمير. بيقع الضمير خالص اللي هو ضمير هو. تمام. اللي هو ضمير هو عشان الناس تركز معانا. ضمير هو لو جه بدا بيه الجمله وقال لي ادخل عليها كان او احدى اخواتها، بحذف الضمير هو ده خالص وببدا بالخبر، وبيبقى الاسم هنا ضمير مستتر. اما اجي اقول ايه؟ صار، اهو الطفل طبعا، صار رجلا محترما اهي. يبقى صار، انا عندي رجلا هنا تعرف ايه؟ اسم ولا خبر؟ ما خلاص بقى بينا خبر، يبقى احنا لغينا الاسم. الاسم وقع. الله ينور عليك. يبقى هنا ده خبر ايه؟ خبر ساره. طب امال فين اسم ساره يا استاذ سعيد؟ مستتر تقديره هو اللي هو اتحذف. طيب انا بقى ما فهمتش حاجه وقعت مني هنا يا استاذ حاتم، فعاوزك تفسرها لي. نعم. لو انا جيت وشفتها كده من غير تشكيل. نعم. ساره رجل محترم، ما شكلتش. نعم. انا لسه داخل على الموضوع في اول مره ومش عارف يعني ايه ضمير كان بادئ واتشال او ما اتشالش، هقول على ده ادي المبتدا وادي الخبر وصار رجل محترم ماشيه معايا ومديه جمله. نعم. اعرفها ازاي دلوقتي ان كان في ضمير ومشي؟ وده اللي احنا بنتكلم فيه كل حلقه، كل مره في كل حلقه انا بقول لك ايه؟ اقرا قطعه النحو وكانك بالظبط بتقرا تعليمات موجوده على لعبه في الموبايل مثلا، موجوده على اي موبايل انت هتستخدمه. اقرا القطعة كويس قوي وافهمها كويس قوي، لان من خلال الكلام ده هتعرف الكلام بيتكلم عن مين، او هتعرف ان صار مين اللي صار، يعني مين اللي صار. لما يجي نقول استاذ سعيد كذا 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 فصار معلما جيدا، يبقى هو بيتكلم عن مين اصلا؟ بيتكلم عن الاستاذ سعيد. يعني ما اقول ايه؟ الاستاذ سعيد قام بالدراسة وذاكر جيدا واجتهد في دروسه فصار معلما ممتازا. مين اللي صار معلما ممتازا؟ تمام استاذ سعيد. ما افصلش الجمله عن باقي الايه؟ يعني انا ما افصلش الجمله عن باقي الاحداث القطعه. جميل قوي. بس انا عاوزها جمله. نعم. يعني صار رجلا محترما. نعم. انت قلت حضرتك كده وهي جمله، مش احنا اتفقنا مع الاولاد واختبرنا الاختبار الجميل قوي اللي احنا قلناه، لو وقعنا صار هنا وقلنا رجل محترم ما يديش جمله مفيده.
ايوه كده، يبقى كان في حدث قبل كده، مين اللي راجل محترم؟ يبقى فيه الجمله نفسها ناقصه نقط موجوده بتكملها كلمه رجل محترم. عشان كده لما جيت توقع ساره لقيت نفسك في فراغ، في نقط اتوجدت، ايه بقى وجودها؟ ده هي بقى القضيه اللي احنا بنتكلم فيها، ان فعلا تحس ان كان في مبتدا او كان في اسم وقع او مشي او اتحذف. تمام كده. طب ندخل بقى على الجمله اللي مجانا يا استاذ حاتم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. ازي حضرتك يا استاذ؟ اهلا وسهلا يا فندم. انا والدة الطالبة هايدي، وهي مقصوفة تسأل يعني، سألتلي انا اقول السؤال بالنيابة عنها. وقبل ما اقول السؤال انا بشكركم والله انك رجعت على الهواء مرة تانية، في تواصل بيننا وبينكم ونجاوب لكم الاساس، قلنا الاجابة مباشر كده على الهواء يعني. الحمد لله يعني رب العالمين. ومن الواضح ان مش الانسة هايدي هي اللي بعدها، بس ده والدتها كمان مكسوفة. اول مره اتكلم صراحه يعني، ربنا يبارك لكم والله، ربنا يبارك لكم. شرفت يا فندم. يعني سؤالي بس يعني ريت توضح لنا انواع الخبر، معلش يعني واحده واحده، ويا ريت يعني بنت مش بتعرف تجيب بالخبر شبه جمله، مش بتعرف تطلعه خبر شبه جمله. وانواع خبر كده يعني بتفصيل عموما يعني كده، او اجمالي تفصيل زي ما تحب يعني حضرتك، توضح لنا يعني ان شاء الله. تابعينا حضرتك عشان برضو ما دام الانسه ما يعني عارف اللي هي عندها كسوف، فتابعينا عشان انت تفهمي ان شاء الله يعني، واحنا ان شاء الله نوصل المعلومه لحضرتك وانت توصليها لبنتك. شكرا يا فندم على اتصالك. شكرا. دي مشكله استاذ سعيد دايما بتواجه اولادنا يعني. تمام. عندي بنشوف الاولاد دايما، انا عايز اولاد مدرسه على الهواء، او انت في الفصل ذات نفسك بيبقى عنده حاله من الكسوف انه يسال المدرس في الفصل او يسال في البرنامج. لا، انت دلوقتي كطالب انت اللي هتمتحن مش انا اللي همتحن، فلازم يكون عندك الجراءه انك انت تسال السؤال اللي واقف قدامك. في طلبه كتير قوي بتنقص في الدرجات بسبب ان هو طول السنه مكسوف يسال المدرس بتاعه. لا، انا عاوز ولادنا يتجرأوا يسالونا، يتصلوا بينا. احنا بنقول احنا هنا يا استاذ سعيد بنعمل ايه؟ بنحقق احلام طلبه مدرسه على الهواء ان شاء الله. احنا معاهم في البيت مش معاهم هنا في الاستوديو، فعشان كده حضرتك في شبه الجمله. ودايما على فكره برضه يا استاذ حاتم انا شخصيا بتعمل لي بعض المشاكل في كلمه شبه الجمله تحديدا في انواع الخبر، لان بتعمل لي قلق في ايه؟ انا شبه الجمله عندي جر ومجرور او ظرف. نعم. وانا شخصيا شفتها في كتاب يعني لا داعي لذكره، لقيته فعلا حاططها بصوره انا وانت لو شفناها هتبقى خطا. نعم. لاني انا بقول دلوقتي ايه اللي موجود وايه اللي حاصل. شبه الجمله حالتين، جر ومجرور، ودي جزء. طبعا. وظرف، وده جزء تاني. نعم. تمام كده. فانا عايزك استاذ حاتم يعني اتكلي عليها شويه. نعم. عشان الانسه اللي كانت مكسوفه دلوقتي ما تتكسفش تاني، وبعد كده تشرحها لي عشان انا افهمها. احنا بص يا سعيد، يعني بما ان حضرتك مجهز لنا النهارده انواع خبر كان، فاحنا هندخل خبر الشبه جمله مع انواع خبر كان اللي حضرتك مجهز لها اثناء الشرح ده. تمام. طبعا ده بس تمام. احنا قلنا قبل كده يا استاذ سعيد في حاجه، ان انا دلوقتي يا اولاد عشان خاطر اطلع الخبر، عشان اطلع الخبر انا هدي جمله الخبر فيها طويل قوي، يعني هخلي الخبر يبعد بعيد قوي عن المبتدا. اما اجي اقول ايه؟ الطالب في مدرسته دائما من افضل الناس. اهي جمله، اهي يعني جمله، احنا بنقول ان الجمله دي اصلا ممكن ما تكونش جمله يعني مفيده قوي. انا بقول الطالب في مدرسته دائما من افضل الناس. احنا قلنا نعمل ايه؟ نقرا القطعه كويس قوي، يعني لازم نقرا القطعه كويس قوي. وانا عندي فين المبتدا يا استاذ سعيد؟ الطالب. تمام. صح ولا لا؟ تمام. خليك معايا بقى الله يخليك. لا انا معاك، بس انا هنوي لحاجه بس عشان اولادنا، او حتى لو احنا دلوقتي واحنا بنجاوب احنا ممكن نجمع الاسئله كلها كامله. الله يعني الله، انا افترضت حتى لو في اتصالات جايه او حاجه انا ممكن اكون الاسئله. وبعد كده كل واحد سؤاله فعلا هيتجاوب، يعني عشان برضو ايه مش كل واحد قاعد ينتظر سؤاله بس ولا تجاوب عليه. انا كده يعني ممكن انا كاتب سؤال هايدي اهو معايا. انا معاك. اما اجي اقول انا عندي الطالب في مدرسته دائما من افضل الناس، دي جمله مفيده وجمله على بعضها. ما اقول الطالب ماله؟ ماله؟ قلنا يا جماعه اسال ماله ما تتكسفش، يعني اسال ماله ما تتكسفش. ما تتكسفش ان انت تقول لا اصل لغه عربيه مش هقول ماله. لا، انا مش عايزك تقول ماله في الورقه، انا عايزك تقول عقلك هو اللي يقول ماله، يعني عايز مخك ده اللي يشتغل معايا ويقول ماله. الطالب هنا ماله؟ هل هو في مدرسته ولا دائما ولا من افضل الناس؟ رد عليا بقى يا استاذ سعيد. ما انا ممكن اقسمها واعتبرها مع نفسي كده كلها. نعم. صحيحه. مش عايز اقسمها.
ما هو انا عايز اتكلم على الطبيعي اللي موجود قدامي على الايه؟ جميل، على الهوا هنا. يبقى الطالب في مدرسته. لا ما اديش جمله مفيده. حلو كده. لا انا اقول لاولادنا بقى، انا بتكلم على اني بناقش معاهم. الطالب في مدرسته وسكت، الجمله لسه واقعه. الله ينور عليك. لسه ما كملتش. انا في لساني مش احنا قلنا مواربه الجمله؟ ما دامت مواربه يعني لسه مفتوحه، يعني في كلام لسه هيتقال. يبقى الطالب في مدرسته دائما. قال له ده عماله اهي بتقرب بتقرب للنهايه وهي شغاله دلوقتي. دائما ايه بقى؟ من افضل الناس. شفت انت قلت ايه بقى؟ يعني عندي دائما كمان ما وقفتهاش. دائما لسه فاتحه الباب. مين اللي قفلت؟ من افضل الناس. يبقى من افضل الناس دي هي اللي قفلت الجمله. الله ينور عليك. وقفلت الجمله هنا يعني معناها وصل مين؟ وصل الخبر. وصل الخبر الى ارض الجمله. طيب تمام. انا جيت دلوقتي قلت ايه؟ ماله؟ استاذ سعيد شرح القطعه لاولادنا او الجمله شرحها شرح مبسط وقال الطالب ماله من افضل الناس. وهنا لو وقعت الحشو ده يبقى صح. افضل الناس. جميل. قلت كم كلمه؟ ثلاث كلمات. عد معايا يا استاذ سعيد. الله يبارك لك. افضل الناس ثلاث كلمات. من اول كلمه نطقتها ايه؟ حرف الجر من. اللي هو من. طالما انا اول كلمه نطقتها كانت الحرف الجر او الظرف، يبقى الخبر هنا نوعه ايه؟ شبه جمله. شبه جمله. جميل. يبقى ابص كده على من وافضل، يبقى هنا خبر شبه جمله. خبر شبه ايه؟ جمله بالالوان. خبر شبه جمله. خلاص اهو ما بين قوسين. تمام. احنا يعني خدنا جزئيه برضك عشان هايدي ما تزعلش مننا. جميل قوي. يبقى احنا كده شرحنا يعني ايه شبه الجمله وازاي استخرج شبه الجمله، واعتقد ان هايدي كده فهمت. وان شاء الله اي طالب بعد كده بنقول التركيز على جملتنا احنا. الحاجه نفسها اللي انت زي ما بيقولوا وقعت منك اثناء الشرح، وقعت منك انت. لو قلتها تلحقها، ويبقى كده ايه ماشيين السبحه زي ما هي حبايه حبايه. الله ينور عليك. تعالى بقى معايا كده يا استاذ حاتم، هنتكلم على اللي هو انواع خبر كان، ونكمل جزئياتنا في انواع خبر كان. احنا قلنا الانواع زي ما قلنا الخبر تحديدا. احنا قلنا انواع الخبر من غير كان: مفرد، جمله، شبه جمله. خلاص. ده الانواع. هل هيختلف حاجه لو بقى انواع خبر كان او اخواتها؟ ولا يختلف طبعا. نفس الانواع. يعني احنا بنقول يا استاذ سعيد ان كان واخواتها او ان واخواتها اللي هناخدها بعد كده بتدخل على مين؟ بتدخل على الجمله الاسميه، فبالتالي هيبقى نوع الخبر واحد. طب احنا معانا معانا اتصال يا استاذ حاتم عشان نشوف برضو يمكن يكون معانا هنا في انواع هذا الخبر ان شاء الله باذن الله. الو. السلام عليكم. تفضل وبركات. تفضل وبركات. انا اسمي محمد كمال ومن القاهره. كنت عايزه اتسال. محمد كمال، يعني انت عاوز تسال ولا تتسال يا محمد؟ اتسال كمان. طب معانا يا محمد كده، انا ممكن اخلي الاستاذ حاتم يوجه لك سؤال دلوقتي على الهواء وتجاوبه. واحنا كده فعلا محمد اشار لحاجه كده جميله يا استاذ حاتم كنا احنا نفسنا نعملها. اللي هي مسابقات مع الاولاد. ايوه عارف انت كلمه مسابقات دي، ومحمد نوه لينا بيها ان شاء الله. ان شاء الله وهن ايه في الحلقات القادمه هنعملها بس على توسع شويه. بس نبدا كده بسؤال محمد عشان يكون معانا كده يا استاذ حاتم. نعم. بص يا محمد، انت تابعت الحلقه من اولها؟ شفت الجزئيه يعني اللي مش من اولها بالظبط، يعني من بعدها بربع ساعه. ليه كده يا راجل؟ ده احنا ما بقالناش ربع ساعه. لا ما هو يعني بعد ما بدانا يعني. طب بص يا محمد، انا هديك جمله، اما هديك جمله حلوه قوي ماشي، واقول لك ادخل عليها كان او احدى اخواتها. ده من الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه، يعني ده من الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه. اما اجي اقول ايه؟ احنا مصريين صح يا محمد؟ نعم. ما سمعك. بص يا محمد، احنا مصريين بقى عظماء. فين المبتدا هنا محمد؟ فنحن مصري. انا مش كاتب مصريون. انت المفروض زهره قدامك اهي، شايف اهي القطعه. أيوة قدامك اهي يا محمد. انت قدامك جمله نحن عظماء. نحن عظماء. دي جمله ايه؟ دي كده جمله اسميه. فين المبتدا؟ المبتدا ايوه نحن. نحن. انا هغششك النهارده. نحن وعظماء، هي الجملة دي اللي موجودة قدامنا، يعني دي الجملة الموجودة قدامنا. احنا مصريين بس انا بقول لك الجملة اللي موجودة قدامك ايه؟ نحن عظماء. فين المبتدأ؟ نحن. فين الخبر؟ المبتدأ نحن. يبقى فين الخبر؟ عظماء. نوعه؟ عظماء ده مفرد. ايوه مفرد. الله ينور عليك. انا مش عايزك تخاف يا محمد، انا عايزك تركز معايا. انا باصص لك، انت شايفني انا باصص لك ولا لا؟ هو مشكله محمد يا استاذ حاتم. هو على فكره واضح ان انت طالب متفوق جدا يا محمد، وانا عارف ده. بس يمكن انت عمال وانت بتتسال على الهوا كده حسيت ان احنا معاك في الفصل، فعشان مضطرب شويه. فافترض دلوقتي ان الاستاذ حاتم هو بيكلمك على كلمه نحن الاول وعظماء، جمله اسميه زي ما اتفقنا، صح يا محمد؟ صح. انا تمام. ده بان عندي نحن دي مش ضمير، وبنسميه ضمير ايه يا محمد؟ نحن
ها ضمير ضمير متكلم. ايوه اي ضمير متكلم. مش انا بتكلم عن نفسي او انت بتتكلم عن نفسك؟ حضرتك ها انا حضرتك مشغول بس التلفزيون صوته جاي في وداني ف لا طب حضرتك كويس. بص بص يا محمد معلش يا محمد وطي التلفزيون بتاعك على الاخر وتابعني عن التليفون وشوفني بعينيك. خلاص ماشي وطي التلفزيون. انت معاك الريموت ولا لسه هتقوم بقى؟ لا لا هو الراجل انا حاسس بيه خلاص هو كده هدى التلفزيون. وطيت التلفزيون وكان كلامه صح. هو في تشويش. بص يا حبيبي نحن عظماء. ادخل ساره هتبقى ايه؟ سارة المصريون عظماء. انا ما جبتش سيره المصريون. أيوة. ايوه 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 عظماء. الله ينور عليك. الله عليك يا محمد. الله عليك يا محمد. لا 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 بجد والله لازم سقف له. يعني انا سقفت له على الهوا اهو وتقول له برافو عليك جدا يا محمد لان فعلا الله يخليك. انت قدرت تحولها تحويله صح وفهمت اللي احنا قصدينه من اول الحلقه واحنا عمالين نشرح فيه لاولادنا. بقول لك يا محمد انت هتتابعنا في الحلقات الجايه ان شاء الله ان شاء الله. وفي مسابقه هنعملها كده هتبقى موسعه للطلبه المتوفقين زي حالتك كده هيبقى فيها جوائز كمان ان شاء الله بنعلنها. احنا لسه ما قلناهاش بس ان شاء الله. هقول لك على حاجه انت هتتابعنا في الحلقات الجايه وهتكون من الايه من المتسابقين ان شاء الله اللي هيدخلوا معانا الحلقه. انا عاوزك يا محمد في حاجه بقى. نوع الخبر هنا بتاع ساره مفرد ولا جمله ولا شبه جمله؟ نوع الخبر ايوه مفرد. ما انت ما غيرتش في الخبر حاجه. برافو عليك. الله ينور عليك. شكرا يا محمد بنشكرك. شكرا 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 يا حبيبي. لا كده على فكره هنطمننا على الطلبه بتوعنا انهم في طلبه فعلا من امثال محمد كده يطمنونا على اللي جاي ان شاء الله. يعني احنا زي ما اتفقنا انا واستاذ سعيد اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا ان شاء الله باذن الله في نهايه كل حلقه هنعمل سؤال اسمه سؤال الحلقه. تمام. السؤال ده هيبقى في النحو وهنعرف هيكون سبق للنحو اللي ايه اللي لسه هناخده يعني ان واخواتها. وهناخد جمله والطلبه اللي هتتصل بينا هنحييها على الهواء. جميل قوي. احنا فعلا هيبقى في كده مشروع كده هنعمله ان شاء الله لاولادنا احنا كده طلبه مدرسه على الهواء في المرحله الابتدائيه للغه العربيه. استاذ سعيد اعمل لكم مشروع اهو يعني. لا هنعمل لهم حاجه والله لان خرجوا تشتغلوا. انا بنبسط قوي من الطلبه اللي هم اللي امثال محمد كده. حتى كمان انا يعني احنا ناويين نعمل كده حتى في الاتصالات نفسها. ان يبقى في زي ما بيسموها كده طالب الحلقه ان هو ده اللي فعلا جاوب اجابه كويسه معانا او سال سؤال كويس احنا نفسنا انبسطنا من هذا السؤال. حاجات كده تخلي ولادنا يحس ان هو اللي عاملها صح. نعم. معانا بقى اسمك مين؟ يعني نور حاتم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا نور؟ الحمد لله. سؤالك يا نور؟ انا عايزه اسال سؤال في النصوص وسؤال في النحو. سؤال في النصوص وفي النحو. اسمها نور حاتم على فكره. ما انا بقول عشان كده انا بنتي لسه عندها سنتين ونص. لا وماله ما هو كده خلاص يعني بشرة خير ان شاء الله. اموريني يا نور. السؤال اللي في النحو اللي في النصوص. نعم. ما الجمال فيه لا عاصم اليوم من امر الله. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. صح. أيوة. كده عشان نكمل الايه. ده سؤال النصوص يا نور. ايه تاني؟ وسؤال النحو هو المعلم صراحه واضح. عايزه احول الخبر جمله الخبر الى جمله فعليه. المعلم شرحه مش شرحه. شرحه واضح هنحوله الى جمله فعليه. هنشكله هنحوله الى جمله فعليه. شكرا يا نور. طبعا نور انا بقول لك دلوقتي انت تسمعي ولو ليك اي تعليق. انا الاستاذ حاتم على فكره تخصص التحويل ده. أيوة. فعشان كده انت تفهم منه التحويل ولو ما فهمتيش وانا ما فهمتش هخليك انت تتصل تاني وانا بقى مع الاستاذ حاتم ما تقلقيش. ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا عندنا هنا سؤال بتاع نور. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. احنا خدناها قبل كده. احنا عندنا طالما لقينا في لا او نفي في لا نفي او استثناء في لا واستثناء ده بنقول عليه يا استاذ سعيد. ده حاجه لازم تتعلمها. طالما انت لقيت في نفي ما والا لا والا لن والا ليس والا دي بنسميها استثناء. يعني لا عاصم اليوم من امر محدش هيتعصم من امر ربنا الا ربنا. استثنى مين؟ الا اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرحمه. يعني لن يشاهد البرنامج اليوم الا طلبه الصف السادس ابتدائي. جميل. صح. او اولياء امور. ماشي. يبقى في عندي استثناء. طالما انا لقيت نفي واستثناء بقول عليه بقى ايه؟ اسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد. طب انا لسه صغير ومش عايز اقول اسلوب الكلام قصر الكبير ده. والكلام ده هقول تاكيد او توكيد رحمه الله بعباده رحمه الله بعباده المؤمنين. ولا عاصم اليوم وان امر الله سبحانه وتعالى ايه نافذ.
نقول الجمله الثانيه ولا جميل كمل جمله النحو. المعلم شرحه واضح، احنا اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا هنعمل ايه عشان نحول الخبر من جمله اسميه الى جمله فعليه، لازم اوجد فعل، لازم اوجد فعل. يبقى انا ممكن اقول ايه، يبقى انا ممكن اقول ايه، عندي طريقتين بعد اذنك استاذ سعيد بقى ان ايه نغير ورقه. جميل، جيب لنا ورقه من عندك بقى. المعلم شرحه واضح. هقولها بطريقتين، يا اما اقول المعلم لازم احافظ على هيكل الجمله. ايه هو هيكل الجمله؟ ان المبتدا يكون موجود زي ما هو. يشرح اهو بوضوح، يبقى انا هنا ايه حولت الخبر من اسميه الى فعليه. جميل يا استاذ حاتم، يعني انت بتبدا في الاول في كلمه شرحه، دي هي اللي انت لعبت عليها. العب عليها. ده الاساس، ان الكلمه دي هي اللي تتحول لفعل، عشان انا هشتغل على الخبر والخبر لازم يبقى فعل. لا انا ما هعمل واحده ثانيه بردك وهلعب على الخبر الثاني. جميل. هنقول المعلم يوضح شرحه. الاثنين صح. الله ينور عليك. جميل قوي. طبعا لان الاثنين اديني برضه هو المعنى. عشان خاطر انا يعني ايه، نور اسمها نور حاتم، فيعني لازم يكون فيها حاجه من حالات الواسطه يعني. طبعا انت جملت نور بما فيه الكفايه. وبعد سؤال نور واجابه الاستاذ حاتم الوافيه هنطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله. ان شاء الله. تم انجازه في العمليه التعليميه بشكل عام وبشكل خاص في تطوير المناهج. المناهج، الكتاب المدرسي، الامتحانات. فيما يتعلق بتطوير المناهج، احنا مستهدفين ان احنا ننتهي من مصفوفه المدى والتتابع اللي بيتم في ضوءها تاليف المناهج الجديده. ودي تم الانتهاء من اعداد المسوده بتاعه المصفوفه لجميع الصفوف من الاول الابتدائي لغايه ثالثه ثانوي. المصفوفه المسوده بتاعتها خلصت، لكن هي المصفوفه بشكلها النهائي ما انتهتش. ايضا تحت نفس المشروع ده اللي هو تطوير المناهج الدراسيه، مستهدفين اعداد تصور لتطوير مناهج الرياضيات والعلوم في ضوء تجارب بعض الدول في الصدد ده. ونركز في دي تحديدا، احنا بنقول ان احنا هنحط تصور لتطوير مناهج الرياضيات والعلوم في ضوء تجارب بعض الدول وتحديدا انجلترا، سنغافوره، ماليزيا، فنلندا. التطوير هنا الاخوه اللي موجودين في الوزاره مع ايضا مركز المناهج حطوا لنا تصور. هذا التصور ده الجهد بتاع الوزاره، لكن احنا بنعمل حاجة تانية لان ده موضوع مش سهل. احنا بنتكلم على تطوير مناهج العلوم والرياضيات ابتداء من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي في مصر، علشان العلوم والرياضيات كما نعلم جميعا هما ادوات التطور والتقدم. فاحنا بنشوف مناهجنا اللي موجودة في ضوء اللي موجود في الاربع دول اللي انا قلتهم دول. عندنا اتحط تصور من الخبراء اللي موجودين داخل الوزارة، لكن احنا شايفين ان ده مش كفاية. نشكل لجنة على المستوى القومي، دي من الجامعات وايضا من الوزارة، من كليات التربية وكليات العلوم المعنية بتدريس الكيمياء والفيزياء والبيولوجي والرياضيات. هيبقى عندنا في اللجنة ومن جامعات مختلفة أساتذة معنيين بطرق تدريس هذه المواد وأساتذة متخصصين من كليات العلوم. هيعملوا إيه اللجنة دي؟ هيمسكوا المقررات بتاعتنا في كل مرحلة من المراحل الدراسية ويحطوها قدام المقررات اللي بتدرس في الدول دي، ويكتبوا لنا تقرير واضح ومفصل إحنا فين؟ هل نطور ولا نحسن ولا نغير ولا نختار مقررات مثلا وناخدها؟ يدونا التصور اللي بناء عليه احنا نبقى بنقول كده عن مناهج الرياضيات والعلوم اللي موجودة عندنا زيها زي اللي موجود في الدول التانية المتقدمة دي. العلوم اللي عندنا والرياضات اللي عندنا تفرق ايه ان هي تبقى زي اللي موجودة في اي دولة من الدول التانية؟
مين اللي يقول الكلام ده؟ لجنة متخصصة قومية نثق فيها من الجامعات الموجودة ومن الأساتذة المعروفين وأيضا من داخل الوزارة من المراكز ومن الخبراء وأيضا من المعلمين مختارين برضو في اللجنة أحد الناس اللي بيمثلوا المعلمين واللي بيمثلوا من المستشارين. يعني اللجنة متكاملة وبالفعل احنا بعتنا للسادة رؤساء الجامعات جامعة القاهرة جامعة عين شمس اسكندرية المنصورة الجامعات اللي برضو فيها برضو أساتذة معروفين في هذه التخصصات. رجعنا لكم بعد الفاصل وأولادنا منتظرين وإحنا على أحر من الجمر منتظرين أسئلتكم. أستاذ حاتم أنا ليا بقى قبل ما ندخل برضو إحنا عاوزين نكمل أنواع الخبر وأولادنا واضح من اتصالاتهم كمان إنهم مستوعبين الدرس مننا قوي. ودي ميزة الحمد لله إحنا شعورنا كلنا بيها إن حتى في الأسئلة اللي بيسأل سؤال بيبقى عنده رصيد من الإجابة. يعني هو مش بيسأل إن الإجابة عنده متصفرة لا ده في رصيد كامل قوي عنده في هذه الإجابات. طب أنا عايز بس سعيد برضك أأكد لنور على الإجابة بتاعتنا اللي هي لا عاصم اليوم من أمر الله. يعني أنا عايز أأكد عليها برضك لأن دي دايما أولادنا بيغلطوا فيها لا عاصم اليوم. هنا تعبير يؤكد طبعا استاذ حاتم لا انا بنوه لنور ان احنا معاها بعد الفاصل يعني احنا مكملين معاها حتى الاستاذ حاتم لما جات له يعني معلومه جات له زياده راح مزودها عشان يزودها. لا لا هي مش معلومه زياده هي المعلومه موجوده لكن انا برضك حاسس ان احنا خطفناها في الاول كده. تعبير يؤكد ان امر الله نافذ لا محاله ده برضك عشان تبقى الاجابه الوافيه كده. انا حبيت اجيبها لها فين اجيبها لها في ورقه لوحدها على اساس ان دي من الكلمات دايما اللي اولادنا انا تذكرت ان جت في امتحان الامتحانات والناس اشتكت كتير قوي بسبب الموطن الجمال ده ما عرفوش يحلوه. بس انا يعني جميل قوي جميل ان احنا فعلا حتى اولادنا يبقى عندهم اكثر من اجابه. يعني انت لما يكون عندك مش اجابه واحده احنا عندنا تاكيد والامر ده لما بيؤكد انت بتقول دلوقتي اتكلم باللي جواك هيطلع الكلام صح ما دمت فاهم النص حقيقي او فاهم الشرح اللي احنا شرحناه ومواطن الجمال اللي اتقالت. هرجع تاني بقى اصحاتي واقول لك احنا انواع الخبر قلنا ثلاث انواع. انواع خبر كان عموما مفرد جمله شبه جمله وقلنا المفرد كلمه مفرد الكلمه مفرده يعني كلمه واحده يعني مثنى جمع يجوز انها مفرد او هي مفرد في الاساس. لكن المشكله عندي زي ما قال اولادنا كده لما اطلع شويه كده للجمله جمله اسميه وجمله فعليه. انا هقول الامثله الاول من بدايتها كده واسحات معايا وهتشوف معايا كده. انا هنا عندي المثال الاول بيقول كان الكتاب جديدا وكان السائحون مسرورين. خد بالك من الجملتين دول وانا تعمدت اجيب المفارقه ما بينهم. الجمله الاولى الخبر فيها مفرد مفرد كلمه ومفرد نوع كمان. طب تعالى انزل تحت شويه هتلاقي بقى السائحون مسرورين. احنا صعدنا بحاجه واحده بس نقلنا على الجمع. يعني احنا عملنا نقله تانية. هل هيختلف هنا نوع الخبر في النقلة اللي أنا عملتها من مفرد لجمع للكلمة؟ لا طبعا هو المقصود بكلمة مفرد زي ما بنقول عليها كلمة مفرد كده يعني أنا هنقولها كده بالبلدي يعني. يعني إيه اسم لوحده؟ اسم واحد أتمم وأكمل معنى الجملة. يعني أنا عندي اسم كمل معنى الجملة يبقى هو ده الإيه؟ هو ده الخبر. الخبر ده اسم وواحد في هيكله الخارجي من جوه بقى مفرد مثنى جمع أنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. هو في الاول وفي الاخر نوع خبر مفرد. يبقى انا عندي كلمه جديدا خبر كان منصوب وعلامه نصبه الفتحه. كلمه مسرورين خبر كان منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. وفي كلا الحالتين يعني في كلا الحالتين الخبر هنا ايه مفرد لانه جه كلمه واحده مفرده مثنى مؤنثه مذكره مش هتفرق. لكن طالما جالي الخبر اسم وحط تحت كلمه اسم دي 100 خط 100 خط لازم يكون الخبر المفرد يكون اسم وليس فعل. يبقى استخرج خبر وبين نوعه. لو قلت كلمه مسرورين هذا هو الخبر من غير ما تعرف ولا تكمل ما دام ما قالكش هتقول له هذا هو الخبر ونوعه ايه مفرد. بس كده ايا كان بقى كان جمله ما تقوليش خبر. في اولاد كده يعني ساعات انا بسميها نوع من انواع يعني بلاش نقول اصطلاح غير ان هو عاوز يزود شويه تجويد فلما يزود ممكن يقع. لا انا عاوز في النحو بالذات معايا كده مسرورين نوع الخبر قال لك نوعه والمفرد واسكت خلاص كده يبقى هو النوع ايه مفرد. تعالى بقى اشوف النوع الثاني من الجمل اللي احنا اتكلمنا عنها
وهي ايه بقى؟ لما اقول الخبر اللي عندي يكون خبر ايه يا استاذ حاتم؟ جمله. نعم. والجمله نوعان، احنا قلنا ايه بقى؟ جمله فعليه وجمله ايه؟ اسميه. طب انا عندي نفس الجمل اللي موجوده معايا، كان الكتاب غلافه ايه؟ جميل. وظل التاجر يربح كثيرا. دول الجملتين اللي معايا واللي قدام ولادنا، لو جيت ابص واتكلم زي ما الاستاذ حاتم شرح، واسف في الشرح في دي، انا بقول كان الكتاب وخلاص، انا ما عنديش مشكله اصلا في المبتدا والاسم، دي خلاص خلصانه بالنسبه لي. انقل بقى على الخبر. الخبر هنا يا استاذ حاتم غلافه وسكت، كويس كده؟ لا، ده غلافه جميل الاثنين. كونت لي ايه هنا بقى؟ غلاف هنا اسم، زي ما الاستاذ حاتم علمنا وقال علامات الاسم، هو اسم مرتبط بيه ضمير جميل، وجميل هو كمان اسم. تكوينت الاسمين على بعض دول عملوا لي شكل الجمله جديده وجمله تانية اللي هي الخبر اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى هنا الخبر اسم اسم، يبقى الخبر جمله. يا استاذ حاتم الخبر هنا جمله اسميه، لان في الخبر ضمير يعود على ما كان مبتدا واصبح اسما لكان. جميل قوي. يبقى انا عندي هنا غلافه جميل، هو هنا ده الخبر. يقول لي برضو استخرج الخبر، استخرج الكلمتين كده اقول ايه بقى؟ غلافه جميل وغلافه جميل خبر، نوعه ايه بقى؟ جمله اسميه. ولو انا حبيت اقول مثلا في طالب بقى بيبقى كسول قوي استاذ سعيد، ومش عاوز ان هو ايديه وجعاه بقى ومش قادر يكتب وخلاص النحو ده اخر سؤال، فيقول لك ايه لازم اكتب غلافه جميل، اقول له يا عم لا ما تكتبش غلافه جميل، اكتب جمله غلافه خبر جمله اسميه. يعني انت كده رحمته من الكتابه؟ ما هو عشان ما يكسلش. يعني هو ما يكتبها على اليمين احسن ما يكتبها على الشمال. جميل قوي. طب تعالى بقى نشوف الجمله الثانيه يا استاذ حاتم. احنا هنا عشان اسم وجمله اسميه، قلنا الخبر هنا جمله اسميه، نوع جمله اسميه. طب ظل التاجر، خد بالك لغايه كده انا ايه؟ ادي ظل وادي اسمها. طيب اللي جاي بعد كده يربح كثيرا قليلا، مش قضيه، المهم ان ايه بقى؟ في فعل واضح قدامي كده بيقول لي ايه بقى؟ يربح. طيب يربح هنا شاورت لي على حاجه واحده بس، قالت لي الجمله بتشاور على حاجه بتقول ان ده فعل، وفعل مضارع فعل ماضي مش فارقه معايا، لان في الاول والاخر انا عاوز اشوف الخبر هنا اللي هيبدا بيه جملتي بدا بايه؟ بدا بفعل. يبقى نوع الخبر هنا يا استاذ حاتم. طبعا احنا يا استاذ سعيد بس عايزين نعود ولادنا على الطريقه. ظل الرجل ولا التاجر؟ تاجر. ظل التاجر. اقول ماله يربح كثيرا، اول كلمه نطقتها ايه؟ كانت فعل، يبقى نوع الخبر عندي هنا ايه؟ خبر جمله فعليه. حتى على فكره لو في حاجه يا استاذ سعيد، لو اقول لك ايه؟ ظل التاجر يربح. في ولاد قال لك لا ما هو يربح هنا ظل التاجر، التاجر اسم ظل مرفوع علامه رفعيه الضمه، ويربح ما هو فعل مضارع، ما هو ممكن هنا مضارع يكون هنا خبر مفرد. طب هنا خبر مفرد لانه كلمه واحده. قلت الاستاذ سعيد من شويه، قلت لك يا استاذ سعيد حط 100 خط تحت كلمه ايه؟ الخبر المفرد لازم يكون اسم، لازم يكون اسم. الفعل يكون جمله من نفسه لوحده، يعني الفعل يكون جمله لوحده. يعني لو قلت بعد اذنك استاذ سعيد نكتب هنا ان ما كانتش موجوده عند حضرتك، اما نقول ايه؟ ظل اهي الطالب، هي جت الطالب يذاكر. هنا الخبر فين يا استاذ سعيد؟ جمله يذاكر وليست يذاكر لوحدها. جميل. جمله يذاكر وليست يذاكر لوحدها. الطالب ماله؟ يذاكر. طب هنا نقول عليه خبر مفرد؟ لا، احنا قلنا من شروط الخبر المفرد ان يكون اسما، ان يكون ايه؟ اسما. هنا فعل، يبقى خبر جمله فعليه. ازاي جمله فعليه؟ اهو قضاء الله وقدره. ازاي جمله فعليه؟ لان الفعل يعمل او يقوم بجمله من ذاته، لان الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو. طبعا انتوا هتاخدوه لسه السنه اللي جايه اللي هو الضمير المستتر، بس انا بنوه لحاجه، ان الخبر لو جالك كلمه واحده اسم يبقى خبر مفرد، كلمه واحده وفعل يبقى خبر جمله فعليه. يعني احنا بنعتمد على الكلمه الاولى اللي موجوده معايا، اذا كانت اسم سواء اسم مفرد او مثنى او جمع بقت مفرد، لو كانت فعل بقت ايه اللي احنا بنتكلم عنه؟ ولو ظرف فعليه. الظرف بقى نفس الكلام، لا شغل بقى تاني. هنشتغل مع حضرتك دلوقتي عشان نعرف الحاله اللي موجوده. يبقى ده النوع التاني اللي موجود، وهو خبر ايه؟ خبر شبه جمله. طيب انا بقول دلوقتي معانا ولي امر، ولي امر الطالب مصطفى. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا عامل ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا استاذ حاتم؟ ازيك يا استاذ سعيد؟ ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اهلا بحضرتك. امر يا فندم. انا والله كان ليا تعليق او اقتراح مع حضراتكم، ما شاء الله يعني انتوا ناس شغاله كويس جدا. ربنا يكرمك. واسم والعنوان الجديد بتاع النحو بتاعكم، نحو نيو لوك في زمن الفيسبوك، اسم جميل قوي وحاجه رائعه. نزلنا بيه على الصفحه فعلا ده.
نعم. فده طبعا احنا بنحاول نقرب لاولادنا حاجه ان النحو مش معضله او مشكله او كارثه زي ما بيسموها. النحو خفيف قوي، وفي زمانكم زمن الفيسبوك ده ممكن يبقى النحو فعلا لغه كمان، او لغه حتى فيسبوك تقدروا تتكلموا بيها كمان يعني. بس يا فندم للاسف الواقع بيقول غير كده. الولد كان قاعد بيتصل، والاخر حتى من كتر زهقه الخط غير كفايه، موجود خط واحد بس، بيحاول يشوف صفحه على الفيس عشان يكلمكم، او يبعت اس ام اس، او يشتغل معاكم على الواتس او اي حاجه، ده غير موجود. جميل يا فندم. احنا حضرتك دلوقتي انت نويت الحاجه جميله قوي. انت والد طالب مصطفى بيقول لنا حاجه واحده، ان احنا فعلا يعني يمكن ضغط التليفونات او حاجه اللي مخليه اتصال حضرتك اكتر من مره مش عارف يجمع. وانت بتطالب ان احنا يبقى لينا صفحه محدده يعني، على اساس ان انت تقدر تتواصل معانا بيها. وده على فكره والله في الحسبان يعني. يعني كلام حضرتك ده كنت بتكلم فيه انا والاستاذ حاتم قبل الحلقه، ان احنا لازم نعمل بيج كده لينا على الفيسبوك، يبقى لو ما قدرش يتصل يقدر يكلمنا على الفيسبوك او يحادثنا او نعمل معاه الدردشه اللي ممكن نتكلمها في اي جزء هو عاوزها. ان شاء الله. وفي بس جزئيه تانية، انا كان لي اقتراح يكون في تفاعل اكتر برضو عن طريق بعض المسابقات البسيطه، ويكون في الاخر في فائز كل شهر او حاجه، بحيث ان الطلاب نفسهم يبقوا في حركه اكتر معاك ويبقوا مبسوطين. هو احنا حضرتك بدانا بالمسابقه، وفعلا وجهنا لاولادنا ان احنا هيبقى فيه ان شاء الله باذن الله في كل اخر حلقه هيبقى فيه سؤال كتحضير للدرس، درس النحو اللي جاي يعني. لكن قصه بقى يعني كل حاجه واحده واحده، احنا لسه راجعين هوا بقى لنا فتره قليله، وان شاء الله كل حاجه واحده واحده. ربنا يبارك. وانا كنت بقترح برضه من ضمن الحاجات، انا ده دردشه مع ابني والله. هو جنبي يعني، هو كان بيقول يعني بعد، طب انا هشترك في المسابقه، عايز يطلع معاكم مثلا على التلفزيون، يقابل مثلا سياده الوزير او دكتور في تخصص اللغه العربيه او حاجه، او حتى هو لو قادر يشرح درس نحو كويس وبعته لكم على الصفحه بتاعتكم وشايفين انه يقدر يشرح، يبقى برضو هو بيشرح لزمايله وانتوا تقدموهم بالشكل ده يعني. طب احنا بنزف ليك خبر ان شاء الله، ان شاء الله في اللي جاي، وده تخطيط مستقبلي القيادات ده او بدات بيه ان شاء الله، ان هيبقى في مسابقات من هذا القبيل، ان هيبقى في مسابقات والاولاد هيكرموا فعلا وهيكرموا على اعلى مستوى. وده احنا بنتكلم عليها، ان احنا زي ما لسه الاستاذ حاتم بيقول لك ان احنا لسه بادئين يعني بدايه الهوا كده ان شاء الله. فاحنا اللي احنا بنقول عليه ده اقتراحات، واقتراح حضرتك فعلا فعلا دلوقتي يعني احنا بنصعده على الهوا كده، واحنا هنقوله وهندعمه، بس الحاجات دي لسه شويه بيخطط ليها. بس ولسه ما يقدرش يساعد القناه شويه يا فندم يعني. معايا الاستاذ سعيد ولا الاستاذ حاتم؟ انا معاك يا فندم سعيد. سعيد حضرتك الاس ام اس مش ممكن يساعد معاكم شويه، بحيث ان يكون في حاجه للقناه، بحيث الناس تساهم، يكون في ارقام اس ام اس، بحيث ان انا اقول حاجات مختصره سريعه كده او حاجه. والله برضو ده اقتراح فعلا يوضع في الحسبان، واحنا فعلا بنشكرك على اقتراحاتك دي، هي سجلت كلها الحمد لله يعني. انا سجلت كل اللي انت قلته، لان فعلا اللي اتقال ده كلام مش هيبقى بقى كمان محط تقدير بس، لا ده هينفذ ان شاء الله، ونوعدك في القريب العاجل ينفذ الاقتراحات اللي حضرتك قلتها. والد الطالب مصطفى بنشكرك يا فندم على اقتراحاتك يعني. لو في مصطفى يحب يتكلم ممكن نكلمه، ولا هو مصطفى برضه محرج زي بعض الطلبه بتوعنا؟ لا مكسوف. لا ما انا خلاص الطلبه خلينا نجرب مصطفى في الحلقه الجايه ان شاء الله عشان يدخل معانا المسابقه. شكرا يا فندم. استاذ حاتم يعني احنا يمكن هنتكلم في ده بعد الحلقه عشان حتى ما نضيعش الوقت اولادنا، لان الكلام كان جميل جدا. وانا يعني مقتنع بكل الاقتراحات اللي قالها والد الطالب مصطفى، لان اللي جاي ان شاء الله هيكون افضل وافضل في حاجاتنا، في مسابقاتنا، في تفاعلنا مع الاولاد. يا ريت يا ريت يكون ده. نخش بقى على الجزء اللي متبقي لينا، اللي هو خبر شبه جمله اللي انا شرحته من بدايه الحلقه. لما يكون عندي خبر انا ممكن اعمل حاجه حلوه، ان انا احذف كان خالص واتعامل بنفس الطريقه له ماله، اللي هو ماله. هنشوف الجمله بتاعت استاذ سعيد بتقول ايه، ونطبق عليها نفس الطريقه اللي احنا اتفقنا عليها من بدايه الحلقه. جميل. فضل السعيد. انا بس الاول احنا اتفقنا على الجمله خلاص، وقلنا جمله اسميه جمله فعليه. النوع الثالث انا عشان نخش ولادنا جامد قوي على الحاجه نفسها، وهي شبه الجمله. شبه الجمله كانت برضو سؤال لاحد الطلبه، ان شبه الجمله بيعمل معاه مشكله. فتعال ما اشوف كده امثل عامل في المصنع، وظلت الطبيبات امام المريض. طبعا انا لما اجي ابص للجملتين انا من غير ما اتكلم واشوف واقول، انا بقول الجمل تامه، حتى لو شلت امس وشلت ظله الجمله هتبقى العامل في المصنع جمله كامله. ايوه كامله. استاذ حاتم لسه شرحها لنا، لما تحس يعني، لما تقول العامل في المصنع، سكت ومش عاوز تكمل بعدها ماله ولا مش ماله، يعني انت صح، يبقى العامل في المصنع جمله كملت، يبقى صح. يبقى لما اجي اتكلم بقى يبقى الخبر موجود يا استاذ حاتم،
يعني لما اقول العامل في المصنع جمله تامه بدأ باسم اللي هو المبتدا، الخبر اتوجد، ايوه اتوجد، ما دام جملتك تمت يبقى لازم يكون فيها خبر، يكون فيها خبر هنا فين؟ في المصنع. ده في ده استاذ حاتم قال مرارا وتكرارا في حرف جر، والحرف الجر اذا اتى ياتي بعده اسم مجرور اللي احنا بنسميه في القاعده ايه بقى؟ الجار والمجرور. يبقى الجار والمجرور ده في القاعده اللي انت شرحتها او اللي انا شرحتها واللي اولادنا فهموها، الجار والمجرور ده اللي هو يا استاذ حاتم اللي هو شبه جمله بس. نعم، يبقى انا لغايه هنا بس. هنا بقى عشان هنقل في نقله تانية قبل ما نعلق على دي، انا هخليك التانيه اللي تشرحها. نعم. انا قلت السهله اللي هي ايه؟ جر ومجرور، يعني حرف جر والاسم الذي اتى بعده اللي هو المجرور بقى ايه؟ جر ومجرور بقى شبه جمله. نعم. التانيه بقى يا استاذ حاتم في تكوينها هي اللي تبقى مشكله شويه، وهو الظرف. لان اولادنا وانا نوهت ليها في الاول، بعض الكتب بتكتبها احنا هنقول الصح الصح، الجر والمجرور على بعضه كده الاثنين هو ده شبه الجمله. يعني بقول في المصنع وانا بشير ليها هي على الشاشه، في حرف جر، المصنع اسم مجرور بفيه وعلامه الجر الكسره، الاثنين هو ده شبه الجمله، يبقى ده الخبر شبه الجمله. طيب مع شبه الجمله معانا روان طارق. الو. ايوه. ازيك يا روان؟ انا اسمي، انا عايز اسال سؤال. طب انت في سنه ايه يا روان كده؟ صوتك صغير شوي. دي روان ما شاء الله عليها من المنيا، يعني حاجه جميله، يعني جنة من عروس الصعيد. لا لا، ما احنا اجمل البلاد، احنا بنستمتع باسئله طبعا اهالي المنيا واهالي الصعيد كلهم. نعم. ايوه. بس انت يا روان كده انا حاسس ان انت بتحبينا، بس مش في سنه سته ابتدائي، مش عارف ليه. لا انا سته. والله يبقى انا مصدقك خلاص. طب قولي يا روان انت نفسك في ايه؟ قولي. ها بس يا في جمله اسمها العاملون متعاونين. العاملون متعاونون. وطي التلفزيون شويه يا روان بعد اذنك، يعني وطي التلفزيون عندك وكلمينا من خلال التلفزيون بس. احنا عندنا العاملون متعاونون. العاملون متعاونون. ايوه يا روان. ها ادخل على الجمله السابقه ناسخا غير ما يلزم. ادخل على الجمله السابقه ايه؟ ناسخا. ناسخا اللي هو كان اخواتها. لا لا، على فكره السؤال عجبني. يعني خد بالك من روان، انا على فكره كده كنت الاول متشكك في سنك روان، هو صوتك اللي، لكن انت ما شاء الله السؤال بيقول ان انت فعلا الصف السادس ابتدائي. هو استاذ سعيد روان اثبتت ان هي في الصف السادس. لا لا، ناسخا. طيب. دي كلمه كبيره يعني. بص يا روان معايا. يا روان. ايوه. فين المبتدا؟ العاملون. فين الخبر؟ متعاونون. متعاونون. كان واخواتها بتاثر في مين؟ في المبتدا ولا في الخبر؟ في الخبر. بتحوله من مرفوع الى ايه؟ منصوب. الى منصوب. يبقى لما اجي اقول ايه؟ صار العاملون، صار العاملون. ها هتقول ايه بقى؟ متعاونون. متعاونين. متعاونين. أيوة. برافو يا روان، صح كده. برافو عليك يا روان. وانت كده يعني ايه يا استاذ سعيد؟ يعني المفروض بقى استاذ سعيد ان روان ليها حقوق عند حضرتك، ان حضرتك شككت في سنها، وهي بسم الله ما شاء الله عليها زي العسل. هي صوتها كمان. نعم. يعني ما شاء الله، يعني لو في خشب كان تاتش فود زي ما بيقولوا، مهندس. نعم. الخشب. ان انت صوتك كمان يا روان ما شاء الله فولي قوي قوي، اقل من سنك، وكمان بيبتسم الصوت نفسه، انا حاسس فيه ضحكه كده جميله قوي. فبنشكرك يا روان وتابعينا في الحلقات اللي جايه، ولو في حاجه وقفت عشان تخش معانا في المسابقه اللي احنا لسه قلناها، ان انت هتبقي معانا كده في نجم للحلقه كده، كل حلقه طالب كده، فخليكي معانا ان شاء الله، وهنوجه ليك اسئله بعدين، بس احنا الحلقه دي كده احنا اتعرفنا عليكي بس. شكرا يا روان. ندخل في الموضوع على طول اللي تمام. هو ظلت الطبيبات امام المريض. الجمله من غير ظله هتبقى الطبيبات امام المريض. طالبات الطبيبات مالهم؟ امام المريض. اول كلمه نطقتها ايه؟ كانت كلمه امام، كانت كلمه استاذ سعيد امام، كلمه امام. وكلمه امام دي ظرف ولا اسم ولا فعل؟ كلمة أمام هنا ظرف، يبقى أنا عندي نوع الخبر هنا إيه؟ شبه جملة. نوع الخبر هنا شبه جملة. طب فين الخبر؟ كلمة أمام. الله. لكن أنا بقى في أستاذ سعيد جملة. أيوة، أنا عاوز التعليق. أنا جات لي أهي. علق عليها شوية. قال لي أعرب ما تحته خط. قال لي أعرب ما تحته خط، أعرب الكلمة كما هي. طب قبل ما حضرتك تعرب نشوف التليفون اللي معانا عشان ولادنا كده نشوف أسئلتهم. ألو. ألو. السلام عليكم. انا منى. ايوه انت منى. ازيك يا منى؟ الحمد لله. منين يا منى؟ من الجيزه. الجيزه، الله اكبر. احنا ايوه عاوزين نلم كده محافظات مصر كلهم، قاهره وجيزه ومنيا. طبعا انا بقول دلوقتي سؤالك يا منى كده، لو عاوزه سؤال. لا انا عايز اسال في النحو.
عاوزه تتسالي في النحو. واضح ان اولادنا عاوزين يدخلوا المسابقه كلهم كده مسابقه صح. اه الجمله موجوده قدامنا اهي على الشاشه منا، هتظهر لك دلوقتي ان شاء الله. الجمله بتقول ايه؟ ظلت الطبيبات امام المريض. انا ما بسالش في نوع الخبر، انا بقول لك اعربي الكلمه التي تحتها خط. كلمه امام تعرب ايه منا؟ ظرف. ظرف. ايوه قولي صح 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 اللي انت هتقوليه صح يا منى. ظرف. انا هكتب ظرف مكان. الله ينور عليك. الله اكبر. تمام. ظرف مكان منصوب وعلامه نصبه الفتحه. يعني كلمه ظرف، شوفي هو الاستاذ حاتم قال لك ايه بقى من غير ما يسالك ازاي، لانك عارفه ان الظروف كلها منصوبه، فكلمه ظرف يبقى يا استاذ حاتم عشان هي ما تهش فيها وتقعد تلف وتدور، يبقى ظرف هنا منصوب وعلامه نصبه الفتحه. كلمه المريض هتعرب ايه منى؟ اللي بيجي بعد الظرف يعرب ايه؟ مضاف. مضاف اليه. مضاف اليه. طب فين الخبر هنا منا؟ الطبيبات. ايه الخبر يا منا؟ الخبر يا منا. طب انا عاوز اسهل لها شويه يا استاذ حاتم. طب نوع الخبر هنا يا منا؟ يعني انا دلوقتي احنا في نطاق اللي احنا فيه دلوقتي، الجمله قدامك يا منا، بقول لك دلوقتي انت ظله وخلاص خلصنا من ظله، انا عاوز استخرج الخبر. سيبك بقى من فين، فين الخبر هنا استخراجه؟ لو انا من غير ما احط خط ولا اعرب ولا اعمل حاجه، فين الخبر؟ تستخرج الخبر. ها الطبيبات امام المريض، فين الخبر؟ الطبيبات. يا راجل ايه يا منى، امام المريض. ها امام لوحدها يا منى. امام. امام. يبقى نوع الخبر هنا ايه؟ شبه جمله. الله ينور عليك. برافو عليكي. برافو عليكي يا منى. واحنا كده بنقول لك يا منى تابعينا اكتر واكتر، وهتدخلي معانا المسابقه اللي احنا لسه بنقولها دلوقتي، مسابقتنا في النحو عشان تعرفي يعني ايه نحو نيولوك في اللي جاي ان شاء الله يا منى. اللي جاي هتسمعي وتفهمي من جزئيه كده من استاذ حاتم في كلمه امام دي يا استاذ حاتم. نعم. تمام كده. انا عاوز بس اللي منى عشان حتى تتشرح لها، لان نعم. ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، عاوز اشوف انا معاك. شكرا يا منى. معايا بقى الاستاذ حاتم كده سؤال. انا نعم. السؤال كلمه امام. امام هنا ظرف، يبقى الخبر لما بيكون ظرف ماشي، الظرف هو اللي خبر. الظرف هو اللي خبر، مش الظرف زائد المضاف اليه. يعني انا عندي كده الظرف هو الخبر مش هو الايه؟ المضاف اليه. المضاف اليه. مش مع المضاف اليه، الظرف لوحده. نعم. يبقى احنا كده استاذ سعيد ده اخر سؤال معانا؟ يعني ده مع منا كان حسن الختام مع منا وحسن الختام مع شبه الجمله. ماشي استاذ سعيد. طبعا بنقول لاولادنا كده احنا مبسوطين بيكم وفرحانين فعلا باتصالات النهارده. حلقتنا دلوقتي انتهت، لكن حلقاتنا اللي جايه مستمره. تابعونا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.